نرحب بضيفنا في هذه الساعة، ينضم إلينا الأستاذ خالد الترعاني الخبير في الشؤون الأمريكية، ينضم إلينا من واشنطن. سيد الترعاني مساء الخير. نبدأ بالموقف الأمريكي، كيف يمكن برأيك تفسير هذا الموقف الأمريكي الذي وقف مع كييف لأنها تتعرض لعدوان ويقف في فلسطين مع المعتدي الإسرائيلي، يعطي المساعدات ويعطي الأسلحة والمواقف السياسية ويرسل أيضا حاملات الطائرات، كيف يمكن تفسير ذلك؟ التاريخي لهذه الدولة المحتلة، دولة الاحتلال الإسرائيلي، وارتباطها العضوي والتاريخي والحبل السري لها هو دولة الولايات المتحدة الأمريكية، التي يعني تشدق كل سياسيها وكل مرشحيها من رئيس بلدية إلى رئيس أمريكا بأن تأييد دولة الاحتلال الإسرائيلي هو حجر الزاوية في السياسة الأمريكية. يعني في الولايات المتحدة تستطيع أن تسب المسيح عليه السلام، تستطيع أن تحرق العلم الأمريكي، ولكنك لا تستطيع أن تمس بدولة الاحتلال الإسرائيلي دون أن يكون هناك عواقب وخيمة لك ولمن يؤيدك. فأنا أفهم هذا من السياق التاريخي، أفهم هذا من خلال أن الولايات المتحدة أو أن دولة الاحتلال الإسرائيلي في الحقيقة هي امتداد لهذه الهيمنة الأمريكية في المنطقة، فوكيل أمريكا في المنطقة هو دولة الاحتلال، ولا بد له أن يؤيده، يعني مثل فرنسا التي تؤيد الاحتلال، وهي فرنسا التي تقمع السكان الأصليين في بلد زي مالي ولا في الجابون. لما يصير في انقلاب على نظام الحكم المؤيد لفرنسا تتداعى فرنسا للدفاع عن الدكتاتور الذي انقلب عليه الشعب. برأيي هذه طبيعة المنظومة الغربية، أنها تؤيد ما فيه مصلحة لها بغض النظر عن التشدق بحقوق الإنسان والادعاء بحرصها على الديمقراطية في العالم. طيب، لكن بالفعل هي غريبة هذه السياسات الحقيقة، ولكن كيف يمكن تسويق ذلك للمواطن الأمريكي الذي يفترض بأنه مثقف وواعي ويدرك الحق من الباطل؟ يعني عندما تقف أمريكا مع أوكرانيا على اعتبار بأن أوكرانيا تعرضت لعدوان روسي، والله كلام معقول ومفهوم وشكر الله سعيها أمريكا، تقف مع المظلوم، لكن تقلب الصورة تماما في فلسطين المحتلة، هل المواطن الأمريكي يدرك هذا النفاق أم هو يعني يسير في ركاب السلطة ولا يهتم كثيرا؟ يعني تقصد هذا المواطن الأمريكي المثقف الفهمان الذي عنده كل وسائط المعلومات والحصول على المعلومات، تقصد المواطن الأمريكي الذي انتخب دونالد ترامب بنسبة 50% والذي يؤيد ترامب الآن بنسبة تكاد تتجاوز 50%، تقصد المواطن الأمريكي المثقف الذي أيد غزو العراق في عام 2003 بنسبة تتجاوز 70% أو 80%، تقصد المثقف والمواطن الأمريكي الذي أيد قصف هيروشيما وناغازاكي؟ لا أخي، يعني دعنا لا نتحدث، يعني لا نعطي المواطن الأمريكي أكثر مما يستحق. برأيي أن المواطن الأمريكي هو أيضا ضحية لسياسات إمبريالية ولديمقراطية الشركات الكبرى التي أيضا تستغل المواطن الأمريكي، وبرأيي أن قوت الشعب الأمريكي وما يؤخذ من ميزانيات التعليم وميزانيات الصحة والميزانيات المهمة والمفصلية للمواطن الأمريكي من أجل دفعها ثمن للحرب في أوكرانيا، هو هذا المواطن الأمريكي أيضا ضحية لنفس المنظومة التي تؤيد الاحتلال الإسرائيلي وتدفع المليارات من الدولارات من أجل حماية دولة الاحتلال الإسرائيلي. يعني الحقيقة دكتور الترعاني، يعني الديمقراطية كما نفهمها ويفهمها العالم، يعني ربما أهم سمة من سماتها هي العدالة، هي التوازن. يعني هذه الديمقراطية الغربية، ونتحدث عن الديمقراطية الأمريكية بشكل خاص، تبدو محل شك ومحل شك كبير أيضا، خصوصا عندما يأتي الأمر إلى السياسات الخارجية الأمريكية، وكأن الديمقراطية هي حسب الطلب وحسب المصلحة، والديمقراطية في الداخل دون الخارج،
يعني بالقطاعي كما يقال في المشرق. نعم، هي بدون أدنى شك أن الديمقراطية في الولايات المتحدة كما هي في أي دولة لابد أن تحقق المصلحة لمواطنيها، ويعني إلى حد كبير تحقق المصلحة لمواطنيها، وإن كان دعم الاحتلال الإسرائيلي يحقق المصلحة بشكل أو بآخر للمواطنين الأمريكيين أو يدعي أنه يحققها، ولكن الحقيقة أن هذه الديمقراطية تستخدم الأدوات الديمقراطية كتسوق للاحتلال الإسرائيلي. أقول لك كيف هذا؟ أن هذه المنظومة التي هي منفتحة على الجميع إلى حد كبير تأتي لوبيات مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي فتسوق وجهة النظر الإسرائيلية. على سبيل المثال، منذ أن بدأت هذه الحرب قبل 24 ساعة أو قبل يوم ونصف في غزة، بدأت الماكينة أو الدعائية الإعلانية لدولة الاحتلال الإسرائيلي بعمل مقاربة أن ما حصل أول أمس في غزة هو مثل سبتمبر 11، وتريد أن تقول أن هذا هو 11 سبتمبر. هي تعلم مدى ارتباط الشعب الأمريكي عاطفيا بذكرى 11 من سبتمبر، فتريد أن تجعل هناك مقاربة وارتباط بين ما يحصل في فلسطين وتريد أن تقربها أقرب ما يمكن، فهناك ماكينة حادقة. فلا أستطيع أن ألوم المواطن الأمريكي أنه يؤيد دولة الاحتلال، يجب أن ألوم نفسي وألوم التقدميين والمفكرين الأمريكيين الذين لا يستطيعون أن يواجهوا هذه الماكينة أو هذه الدعاية بأن هذه سبتمبر 11. نحن نقول لا، هذه ليست سبتمبر 11، هذه مثل ما قام الرجل الأبيض بعملية تطهير عرقي ضد السكان الأصليين. والمواطن الأمريكي يفهم أن هذه المقاربة تعني أن هناك سكان أصليين مظلومين وهناك رجل أبيض بين قوسين هو الذي يقوم بالاعتداء. يعني نحن هو الجانب الإسرائيلي كان حذقا بتفسير الحدث وربطه بسبتمبر 11 بالرغم من أنه ليس له أي علاقة بسبتمبر 11. بالمقابل نحن لم نقم بدورنا، ولكن هناك مجموعة من الشباب ومجموعة من الصبايا ومجموعة من الحركات يعني الحقيقية في المجتمع الأمريكي تؤدي إلى نمو المقاطعة ضد الاحتلال الإسرائيلي. نجد أنه في الجامعات وجهة النظر الإسرائيلية غير مرحب فيها، معظم الشباب لا يؤيدوا، حتى باليمين واليسار جمهوريين وديمقراطيين تجد أن الشباب عموما في الولايات المتحدة غير مؤيدين لهذه الفكرة التقليدية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة ضحية. الجانب الإسرائيلي يحاول أن يسوق أن التاريخ بدأ ب 7 أكتوبر، أن لم يكن هناك شيء، كان هناك جنة على الأرض اسمها إسرائيل وتعرض لها هؤلاء الفلسطينيين. الكثيرون يدركوا أو بدأوا يدركوا أن التاريخ لم يبدأ بأكتوبر 7 أكتوبر، التاريخ بدأ منذ كان هناك احتلال لفلسطين، وهذا المنظومة المستمرة بعملية القمع ضد الفلسطينيين ونظام الفصل العنصري الذي يمارس في الخليل وفي الضفة وحتى في المناطق المحتلة عام 1948، بالإضافة إلى أنه يحاصر غزة من البر والبحر ومن الجو من السماء من كل مكان، وهذا الضغط أدى إلى هذا الانفجار. وفي هذه المناسبة يعني دعني أوجه التحية لأهلنا في فلسطين على صمودهم، وأدعو لشهدائهم بالرحمة ولجرحاهم بالعافية إن شاء الله. أختم معك دكتور الطرعاني فيما يتعلق برؤيتك ربما للساعات والأيام المقبلة، ونحن نرى هذا الدعم الأمريكي السخي بين ظفرين طبعا والأوروبي. نعم. أمريكا وعدت بالأموال ووعدت بالأسلحة وأرسلت حامل الطائرات، أنا أريد التركيز على حاملة الطائرات وما تريد فعله هناك. يعني ما المدى الذي يمكن أن تذهب به برأيك أمريكا في دعمها لهذا العدوان القادم؟ كما يبدو المحتل الصهيوني أعلن الحرب الآن، ما هو المدى الذي يمكن أن تذهب فيه أمريكا في هذا الاتجاه؟ هل يمكن أن نتخيل أنه حاملة الطائرات هذه تصبح منطلق لعدوان قد يطال غزة، قد يطال الضفة، قد يطال جنوب لبنان؟ ماذا نتوقع؟ نعم، يعني أولا لابد أن ندرك أن ليس هناك أي شيء تقدمه الولايات المتحدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي لم تقدمه لدولة الاحتلال.
فدولة الاحتلال حصلت على الاف 35 وحصلت على القبة الحديدية وحصلت على كل التقنيات الإلكترونية والعسكرية والتدريبية والمالية طبعا، بالإضافة إلى تشكيل غطاء سياسي وغطاء دبلوماسي وحتى غطاء قانوني ضد جرائم الحرب الإسرائيلية. فالولايات المتحدة ليس عندها ما تقدمه لدولة الاحتلال الإسرائيلي أكثر مما قدمته على مدى السنوات. ولكن برأيي أن حملة الطائرات وهذا الخطاب الأمريكي المتقدم بدعم الاحتلال الإسرائيلي برأيي هو رسالة لحلفاء الفلسطينيين خصوصا في لبنان، ويعني أنا برأيي أن حزب الله تعامل بحذق إلى حد كبير بأنه قصف فقط مزارع الشبعة المحتلة التزاما وانضباطا وتناغما مع الاتفاقات الدولية التي عقدتها لبنان. فبرأيي أن هذه يعني هذا التعامل والتصعيد خطوة خطوة والتحذير من أن أي دخول إلى أرض يعني غزو أرضي على الأرض إلى قطاع غزة سوف يؤدي إلى تدخل من جهة جنوب لبنان، برأيي أن هذه الرسالة وصلت، وبرأيي أن هذا التدخل الأمريكي والوعد بإرسال الأسطول الأمريكي إلى المنطقة هو للتعامل مع ما قد ينجم عن تداعيات من توسعة إطار الحرب، لأن إسرائيل قد أعلنت حرب. إسرائيل بدون أدنى شك عندما بدأت بتفريغ غلاف غزة من المستوطنين وأعلن نتنياهو أن هذه حرب لأول مرة يعلنها حرب، يعني حتى جنوب لبنان لم تكن حرب، حتى عند غزو لبنان في 1982 لم يعلنها حرب، قال عمليات عسكرية، الآن أعلنها حرب، بمعنى أن إسرائيل أيضا لا تستطيع أن تتعايش مع هزيمة من هذا النوع. هذه الهزيمة التي في الحقيقة مرغت أنف دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتراب، هذه لا يستطيع أن يتحملها الاحتلال الإسرائيلي، ولا يستطيع أن يستقيم معها، ولا يستطيع أن يتعايش مع مثل هذه الحالة. فلا بد أن يكون هناك رد يقلب هذه الموازين. هل هو قادر على قلب موازين وقادر على قلب هذه المعادلة وعن أن يعني أن يرفع أنفه من التراب الذي مرغ فيه؟ هذا يعني الأيام ستحكم، ولكن هو لا يستطيع إلا أن يذهب إلى أقصى حد في تعامله مع هذه الحالة. وبرأيي أن إرسال الأسطول هو رسالة لمن يريد أن يتدخل ويدعم المقاومة الفلسطينية في حرب الجانب الإسرائيلي مع الفلسطينيين. الأستاذ خالد الطرعاني الكاتب والباحث في الشؤون الأمريكية كنت معنا من واشنطن، أشكرك جزيل الشكر.